يعني هي زي بعض تأملات بسيطة في عالم نجيب محفوظ. الحقيقة يمكن رجاء النقاش رحمة الله عليه سماه صاحب القلب الوديع على نجيب محفوظ، لأنه بالفعل كان شخصية وديعة ومتواضعة ومفكرة وعظيمة وعميقة، فهي شخصية مصر. يعني أنا بقول في حالة من التماهي ما بين شخصية نجيب محفوظ وشخصية مصر. هو ابن ثورة 19، لأن لما قامت الثورة كان عنده 8 سنوات، يعني هو من ظهور ثورة 19، وحاول مرارا وتكرارا أن يرى سعد زغلول، لدرجة أنه كان في اجتماع أو في إحدى الخطب التي كان يلقيها سعد زغلول وذهب في الزحام كي يراه وهو ذاهب، وأيضا انتظر حتى يخرج ولم يرى من كثرة الزحام، لأنهم شالوا العربية شيلوا هم مشين، لم يستطع أن يرى سعد زغلول. طبعا معنا الأستاذ يوسف الشاروني، وهو الجيل التالي مباشرة لجيل نجيب محفوظ، ومعنا الأستاذ نبيل عبد الحميد وهو الجيل التالي لجيل الأستاذ يوسف الشاروني، وهكذا تسلم الأجيال بعضها لبعض. يعني الحقيقة هو نجيب محفوظ كان عاشقا للتاريخ، ودي نقطة مهمة جدا، يعني عشقه للتاريخ كان لا يحد، بمعنى ان حتى في بداية هو حاول يعبر عن مصر تاريخيا في كل فتراتها، فبدأ برادوبيس وعبس الأقدار وطبعا كفاح طيبة، الثلاث روايات التاريخية المشهورين عنده اللي هي المرحلة التاريخية، وحاول يكمل تاريخ مصر بهذه الصورة، وبعدين راجع ذاته، راجع نفسه مرة أخرى، قال لا، موضوع حكاية إن أنا هكتب الرواية التاريخية على طول، مع إن ولا رواية من رواياته لا تخلو من قيمة التاريخ، لدرجة إن في الثلاثية يعني الدكتور لويس عوض كتب مقال يقول فيه إن نجيب محفوظ لم يذكر تفاصيل ثورة 19، ما قالش ثورة 19 التفاصيل بتاعتها كلها، قال له أنا مش بكتب تاريخ يا دكتور لويس، أنا بكتب رواية لكن الباك جراوند بتاعها أو الخلفية بتاعتها خلفية تاريخية، وأنا مش معني أن أنا أبدأ التاريخ بالضبط وبكل التفاصيل.